السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. قصتنا اليوم صارت مع واحد من الناس، بس قبل ما نبدأ يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة ووضع إعجاب وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد. بسم الله نبدأ. بقول صاحب القصة، بيوم من الأيام، من أيام الشتاء، شديد المطر، شديد البرد، برق ورعد غريب الشكل، فهو قاعد هيك في أمان الله. طبعا ما فيش غير الزلمة وأجلكم الله الكلب تبعه لحالهم، فهو قاعد بدق هالباب، بقوم مين؟ واحد عابر سبيل، بيفتح بقول له حياك الله، تفضل أهلا وسهلا. قال له بس يا ريت استضيفني هالليلة، لأنه أنت شايف البرد وشايف المطر شلون، يعني لاني قادر أروح ولا قادر أجي، يا ريت اليوم هالليلة بس تا يطلع الضوء. قال له أبشر لعيونك. ومثل عادات العرب ويقول له أهلا وسهلا بيك حياك الله، بيريحوا عند هالصوبية، بروح بيساوي له أكل من أطيب الأكل، وبجيب له قميص جاكيت، يعني بجيب له جاكيت بلبسه إياها مشان يتدفى، وبأكله بتهنوا بشربوا، وبس يخلص أكل بروح الزلمة بيساوي كاستين شاي شلون، وبشربوا شاي عشان الدفى، يعني ضل متدفي هالزلمة، أو بأخذوا بعطوا بالحاشية. ف قل له بدي أنام إني تعبان ومش عارف شو من هالكلام، بقول له بنام. قال له خلص توكل على الله، نام. بفوت الزلمة على غرفته هذاك، وهذا بخليه بالمضافة عند الصوبية، ناموا. بقوم صاحب البيت مشان يفيق الضيف، ما بلاقوهوش وما أخذ الجاكيتة معه، عرفت علي شلون؟ ما أخذ الجاكيتة معه عادي. تروح الأيام، تيجي الأيام، بصير في معرض بهالمكان اللي معاه هناك، بروح هالزلمة يتمشى فاضي أشغال، بروح بتمشى بفوت على هالمعرض، فبتفرج، فبتيجي عينه على صورة واحد، على صورة، الصورة للزلمة، نفس الزلمة اللي اجى لعنده وضاف عنده. أيوة، فبروح على التبع المعرض، بقول له هالصاحب الصور هاي وين يا أخي؟ والله كان عندي قبل كم يوم. قال له شو؟ أنت متأكد؟ قال له هو بعينه. قال له يا أخي بيكون واحد بشبهه؟ قال له بقول لك هو بعينه. قال له يا أخي هذا الزلم صار له 50 سنة متوفي. قال له مستحيل، قبل يومين كان عندي. ميت مش ميت؟ قال يا أخي تعال تاخذك على القبر تبعه، مش عارف مصدق، تعال تاخذك. يوم راحوا هون المفاجأة، يوم راحوا لقوا نفس الجاكيت اللي أخذها من عنده محطوط على القبر. الزلمة هون من الخوف طلع القرون. إشي يعني غريب، أني والله قبش راسي. فإلك تتخيل لو كنت بمكانه شو راح يصير فيك، شو الموقف تبعك. لهون يا جماعتنا
يا حبايبنا يا متابعينا، خلصت قصتنا مثل ما بديناها بننهيها. يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والإعجاب، ودمتم بخير. السلام عليكم.